مشاهد، اهلا بك في حلقه جديده من سلسله حلقات خمسه تسبيح بفهم، ودي الحلقه 103 لكنها تعتبر الحلقه 23 في موضوع المقامات الموسيقيه. في الحلقه اللي فاتت راجعنا سوا اربع مقامات اساسيه بالمشتقات بتاعتهم. تعالوا النهارده نكمل مراجعه. خامس تطبيق اخدناه هو مقام صبا، وده فيه السي بيمول والمي سيكا والصول بيمول اللي بيسموه عربة صبا، وعادة المقام بينتهي في الجواب فوق، يعني مش بنغمة ري زي ما ابتدأ، لا بنغمة ري بيمول. وأبعاده أهي قدامنا 3-3-2، ده جنس صبا الدوكا، ومتداخل معاه جنس حجاز الجهركا اللي أبعاده 2-6-2. وجميع مشتقات مقام الصبا سهلة، كل التغيير اللي هيحصل هيحصل في جنس الفرع. فمثلا لو خلينا كل النغمات زي ما هي ما عدا آخر نغمة بس، خليناها زي الأساس تبقى ري طبيعية مش ري بيمول، هيتشكل على طول جنس كرد على الحسيني، ويبقى اسمه في الحالة دي مقام صفا مش صبا، صفا. ولو خلينا السي أوك يخلق لنا جنس بيات الحسيني ويبقى اسمه مقام كوجك. ومقام صبا زي ما هو غريب في انه بيبتدي بنغمة ري وينتهي بنغمة ري بيمول، كمان غريب في انه احد مشتقاته بيتغير فيه جنس الاصل. ازاي؟ لو في جنس الاصل بدل ما كانت المي سيكا خليناها مي بيمول، هتتغير الابعاد من 3-3-2 اللي هي كانت جنس صبا الدوكا. في الحاله دي هتصبح الابعاد 2-4-2 اللي بيسموه جنس صبا زمزمه على الدوكا، وتفضل ابعاد جنس الفرع حجاز الجهركا زي ما هي، عكس كل المقامات الفرعية لباقي المقامات، ويبقى في الحالة دي اسمه مقام صبا زمزمة. وسادس تطبيق أخدناه هو مقام عجم عشيران، وده فيه السي بيمول والمي بيمول، وأبعاده سهلة جدا، هي أبعاد السلم الكبير 4-4-2، جنس عجم على السي بيمول اللي اسمها عجم عشيران، نغمة السي بيمول اسمها عجم عشيران، وفي بعد فاصل وتتكرر أبعاد مرة تاني 4-4-2 اللي هو جنس عجم على الجهر كا. جنس عجم على السي بيمول وجنس عجم على الجهر كا، وجميع مشتقات مقام العجم سهلة، كل التغيير هيكون في جنس الفرع. فمثلا لو خلينا كل النغمات زي ما هي ما عدا الصول خليناها بيمول، هيتشكل على طول جنس حجاز الجهر كا وبقى اسمه مقام شوق أفزل. ولو خلينا درجة ارتكاز المقام جهر كا يعني يقف على الفا، يعني كأننا صورنا المقام مقام عجم عشيران على الجهر كا، وخلينا المي سيكا يعني سيكنا المي بدل ما هي بيمول تبقى سيكا، هيتخلى عندنا جنس الأصل عجم على الجهر كا. وهتلاقي بعد فاصل وبعديه جنس راست على الكردان، ويبقى اسمه مقام جهر كا لأنه تصور على درجة الجهر كا فقط. خلينا المي سيكا اللي طبعا هتظهر في الجواب واسمها بزرق. سابع تطبيق اخدناه هو مقام السيكا، وفي الميسيكا والسي اوج زي مقام الرست وزي مقام العراق، بس زيهم فقط في النغمات لكنه مختلف في الركوزات، وابعاده طبعا هتبقى 3-4 يسموها نسبة سيكا او طبع سيكا، ولازق فيها على طول ابعاد 4-3-3 اللي هو جنس رست النوى. نسبة سيكا جنس راست النوى. ومن مشتقات مقام السيكا لو خلينا السي بيمول بدل او يعمل جنس فرع نهواند على النوى ويبقى اسمه مقام سيكا مايا.
درجة ركوزه لسي عراق وخلينا كل النغمات الطبيعية ما عدا الفا خليناها دييز، هنلاقي بقى عندنا نسبة سيكا على العراق، وبقى عندنا لازق فيها على طول جنس عجم على الدوكة، ويبقى اسمه مقام فرح ناجي. تامن تطبيق اخدناه هو مقام كورد، وفي المي بيمول والسي بيمول زي مقام عجم وشيران بالظبط بس في النغمات، لكنه بيرتكز على الدوكة، وأبعاده 2 4 4 جنس كورد على الدوكة، وبعديها بعد فاصل ونلاقي تاني أبعاد جنس كورد على الحسيني. ومن مشتقات مقام الكورد لو خلينا اللا بيمول والسي بيكار بدل بيمول يعمل جنس فرح حجاز النووي واسمه مقام طرزنوين. ولو خلينا السي بيمول وعملنا الدو دييز اللي فاكرين اسمها شاهناز، هيتخلق جنس حجاز على الحسيني ويبقى اسمه مقام شاهناز كردي لظهور نغمة الشاهناز فيه. ولو عملنا اللا بيمول وخلينا السي كمان بيمول، هيتخلق جنس كرد على النوى ويبقى اسمه مقام لامي. كده دول هم أشهر مشتقات لمقام الكورد. تاسع تطبيق أخدناه هو مقام نواقفر، وده فيه مي بيمول، لا بيمول، سي بيكار، وفي فا دييز، وأبعاده جنس الأصل لا هو جنس ولا هو طبع ولا هو نسبة، هو عقد خمس نغمات، عقد نواقفر، وأبعاده 4-2-6-2، وبيرتكز على الراس، ونلاقي بعد كده 2-6-2 تاني جنس حجاز النوى. مشتقات مقام النوى أثر مقامين فرعيين مهمين جدا، والاثنين بيرتكزوا على درجة الرصد. المقام الأولاني اسمه مقام نكريز، وده بنعكس بدل اللابي مول والسي بي كار نخلي اللابي كار والسي بي مول، فيعمل لنا جنس نهواند النوى. المقام الثاني مقام بسنديدة، وده هنخلي فيه اللابي كار والسين خليها أوج، فتخلق لنا جنس رصد النوى. يعني باختصار الثلاث مقامات النوى أثر والنكريز والبسنديدة كلهم جنس الأصل واحد، عقد نوى أثر، لكن جنس الفرع في مقام النوى أثر جنس حجاز النوى، في مقام نكريز جنس نهواند النوى، في مقام بسنديدة جنس راست النوى. عاشر تطبيق أخدناه هو مقام هزام، وده ممكن تعتبروه زي مقام سيكا لأنه بيرتكز زيه على السيكا، لكن علماء المزيكا بيعتبروا أن مقام الهزام بيبتدي بجنس هزام أربع نغمات يوصلون لنغمة اللا بيمول. مش بنسبة سيكا ثلاث نغمات تنتهي على الصول، لأ أربع نغمات، لأنهم بيعتبروا أن في مقام السيكا طريقة العمل وطريقة العزف الجنس الأصل بنقف عند الصول، يعني كده هو مي فا صول، لكن في مقام هزام تمتد للا بيمول مي فا صول. اما جنس الفرع في مقام الهزام فهو حجاز النوى مش راست النوى. التغيير فقط اننا خلينا اللا بيمول والسي بيكار. ومن مشتقات مقام الهزام مقام راحت فزة اللي بيرتكز على السي عراق مش بيرتكز على المي سيكا زي الهزام، وجنس الأصل هزام على العراق، وجنس الفرع كرد على الدوكة. أما مقام راحة الأرواح فهو تصوير لمقام الهزام بس على درجة العراق، اعتبر ده تمرين بسيط انت اللي تعمله. اخر تطبيق اخدناه هو مقام العراق، وده قلنا نغماته زي مقام الرست والسيكا، يعني في نغمة المي سيكا ونغمة السي اوج بقرارها اللي هي السي عراق اللي بيرتكز عليها،
وجنس الأصل فيه أبعاده 3 4 3، جنس الأصل عراق على العراق. وجنس الفرع بياتي على الدوكة. ومن مشتقات مقام العراق مقام مهم جدا، هو مقام باستانيكار. الاختلاف فقط ان في الصول بيمول في جنس الفرع فبيخليه جنس صبا الدوكة. عزيزي المشاهد، بالحلقة دي وبالحلقة اللي فاتت أكون كده رجعت معاك 11 مقام رئيسي و 38 مقام فرعي بيمثلوا أهم مقامات مصرية عربية شرقية. وهنكتفي النهاردة بكده، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة هكون مجهز لك جداول تسهل عليك فهم المقامات كلها. ال 49 مقام كلهم هنحطهم في جداول بأشكال مختلفة عشان توصل لأي معلومة بسهولة وبوضوح. فإلى أن ألقاك أسيبك تستمتع بأغنية مقام العجم، توزيع الفنان فادي جرجس وغناء الفنان منير وصفي. لكن دلوقتي هقول لك باي. سول دو سي دو لا لا دو سي لا سول فا سول فا سول مي ري فا مي ري دو. مقام العجم ده حاله عجب وسط السلالم مقامه كبير. مقام العجم ده حاله عجب وسط السلالم مقامه كبير. أشهر من عالم ما بين النغم وسط الشعوب إنتاجه غزير. أشهر من عالم ما بين النغم وسط الشعوب إنتاجه غزير. أبعاده تون وكمان تون ونص منه وتلاتة تون. آخر المقام من الحساس لآخر الأساس ده نص تون دوسي لصول فا مي ري دو. مقام الفرح وقلبي انشرح أحس بجماله بسعادة وحبوب. مقام الفرح وقلبي انشرح أحس بجماله بسعادة وحبوب. سول دو سي دو لا لا دو سي لا سول فا سول فا سول مي ري فا مي ري دو. سول دو سي دو لا لا دو سي لا سول فا سول فا سول مي ري فا مي ري دو. وسط الحروب تاخدني عظمته فوق العلالي بروح النسور. وسط الحروب تاخدني عظمته فوق العلالي بروح النسور. لكنه مناسب كمان في الحنين ودفء المشاعر بملمس حرير. لكنه مناسب كمان في الحنين ودفء المشاعر بملمس حرير. طفولة ورسم ابتسامة تعيد البراءة وتمنح سرور. بروح الطفولة ورسم ابتسامة تعيد البراءة وتمنح سرور. مقام العجم ده حاله عجب وسط السلالم مقامه كبير. أشهر من عالم ما بين النغم وسط الشعوب إنتاجه غزير. وسط الشعوب إنتاجه غزير سي لا سول فا مي ري دو.